الثاني من سورة سيدنا يونس عليه السلام: وأن
أن نصيب به يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. تلك من أنباء يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنه ومن ضل فما أنت عليه. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما أنا من المنذرين. فإنما يضل عليها وما أنا عليهم بوكيل. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. أمر إلى السؤال الأخير، السؤال الثالث والسؤال الأخير من سورة العنكبوت. اقرأ من قول الله تعالى: يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. يا أيها الناس يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. فالذين آمنوا ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. خالدين فيها نعم أجر العاملين. خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. فلولا كان الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياهم وهو السميع العليم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله بل فأنى يؤفكون. الله يبسط الرزق لمن يشاء
العزيز. إن الله بكل شيء عليم. إن الله بكل شيء عليم. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار بنتي هديه ان شاء الله بنشر اسمك في الباب في حديثك.